بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطان نصير. إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم عن الآفات والحشرات والفطريات، الأمراض عموما اللي بتصيب الفول السوداني. أول مرض معانا العنكبوت الأحمر. العنكبوت الأحمر عبارة عن أفراد لونها أخضر ولونها أحمر، بتصيب السطح السفلي للأوراق بتاع الفول السوداني. بتعمل إيه بقى؟ بتكون منتصة العصارة، بعد كده بتظهر بقع صفرة، بعد كده أما الإصابة تشتد بقى وخلاص تبقى خدت مداها مع الفول السوداني، تتحول للون البرونزي. وبعد كده بقى في الأوقات دي بتبتدي أنت تشاهد بقى الإيه؟ الأفراد بالعين المجردة، مع ظهور الإصابة في الأطوار كلها، في طور البادرة، في جميع مراحل النمو. نعرف مين احنا عايزين نكافح اول ما تبتدي الإصابة، التبقعات الصفراء، ونشوف الافراد بتاع العنكبوت الاحمر او العنكبوت الاخضر نكافح. الحاجة اللي موجودة في السوق اسمها ابماكس 1.8%، ده اللي مصرح بيه من وزارة الزراعة، اي منتج تاني مش مصرح بيه العنكبوت الاحمر، الابماكس 1.8%. تاني حاجة قلنا العنكبوت الاحمر كمية الاكروسات. نيجي بقى الامراض الفطريات اللي هي اعفان الجذور وموت البادرات. دي بنعرفها ازاي؟ بنلاقي غياب جور الفول السوداني ما طلعتش اصلا، موت البادرات قبل ظهورها فوق سطح التربه او فوق سطح الارض، معاد ظهور الاصابه بعد الانبات على طول. طب ايه الحل؟ الحل يبقى قبل الزراعه باننا بننقع بذور الفول السوداني في منقوعات يعني او في مبيدات خاصه بالفطريات، بحيث ان هي تعمل على عدم نمو الفطريات. وبيفضل اما اجي انقعها ان احل المبيد في مياه ليس بها كلور، يعني اضع المبيد في ميه بالنسبه المذكوره بميه ما فيهاش كلور، لان الكلور طبعا بيأثر على بيعمل تسمم للبذور. فاجيب ميه من الترعه او ميه من البئر الارتوازي اللي انا بسقي منه اي حاجه، مية النيل، يعني مية الترعة دي اللي مية النيل يا جماعة، مية النيل عادي ملوثة مش ملوثة مش هتفرق كتير يا جماعة، لأن هي اللي بتسقي منها الأرض أصلا. بالنسبة بقى للمواد اللي بعمل بيها دلتا ليكس، رايزوميت، تيراماك، ماكسيمين إكس، الكلام ده كله يعني. طيب، في حاجة بقى اسمها تبقع الأوراق. بيتبقع الأوراق باللون البني المحمر، بيبقى لونها بني محمر كده، محاطه بهاله صفراء بتلتحم مع بعضها، يعني بهاله صفراء يعني بتبقى محاطه بحواف صفراء كده، بحواف صفراء حواليها. معاد ظهور الاصابه بعد شهرين من الزراعه حسب مستوى الرطوبه. توقيت المكافحه بقى عند ظهور الاصابه. فدي برضو من ضمن الامراض الفطريه الخطيره اللي اذا تمادت بتعمل الى جفاف الاوراق تماما، جفاف الاوراق وسقوطها على الارض. نيجي بقى للمبيدات. في اول حاجه اميرة لدان ارجي، بروك سوبر، ريوك 25. واول حاجه يا جماعه بتبقى احسن حاجه، يعني اول حاجه في التوصيات بتبقى احسن حاجه. رابع حاجه الريكون سكور كيرف كنتوبليكس. طيب نيجي برضو الامراض الفطريه، هي اكتر حاجه بتصيب الفول السوداني اعفان السمار بقى، لان قلنا الفول السوداني بيظهر ويرجع يزرع القرن تاني في التربه، بيزرع القرن في التربه ويبقى القرن جوه التربه، فبيبقى الامراض الفطريه بتبقى كتير. الامراض الزهريه بتظهر بقى ايه؟ صبع الكروم، بيبقى لون بني، لون وردي، مع ظهور الاصابه عند الحصوات، وبالذات لو الارض فيها ايه؟ رطوبه كتير. وبالذات بقى لو عند الحصاد بشيله، لو الشحن اللي عربات الشحن فيها رطوبه، المخازن فيها رطوبه، الكلام ده كله بتعمل على ظهور الحاجات دي. طب قبل ما اشيل المحصول ب 50 يوم ابدا اعامل الارض بالمطهرات الفطريه، يبقى ابدا اعمل التربه بالمطهرات الفطريه. طيب عشان هي عند الحصاد، يبقى اعمل الارض قبلها ب 50 يوم بالمطهرات الفطريه، اضمن ان ما يظهرش الاعفان دي. موجود النوعين التجاريين اللي بترش بيهم، البالير والمونكت، والمواد الفعاله بقى اللي هي كلورو والبنزين.
فلوته. طيب المواد الفعاله مش هتهمك في حاجه، بس يعني تبقى عارفه. طيب نماتودة تعقد الجذور، النماتودة يا جماعه مرض خطير جدا جدا جدا. بالنسبه للفول السوداني هو عمل عقدين اللي بتثبت نيتروجين الهواء الجوي، الناس بتخلط ما بينها وبين النماتودة. يا جماعه العقدين اللي بيثبت نيتروجين الهواء الجوي دي بكتيريا عقديه، اسمها بكتيريا عقديه، بتبقى مفيده، دي بتعمل على تثبيت النيتروجين الهواء الجوي، بتعمل ازوت في قلب التربه، بتعمل ازوت اصلا بيسمد الفول السوداني، ما بتحتاجش التسميد. بتظهر اعراضها بيبقى زي اعراض نقص العناصر، بتلاقي فيه اصفرار في الاوراق، وعند اقتلاع النباتات بقى المصابه يعني المصابه يعني لما تقلع شويه نباتات مصابه ديا بتلاقي فيها تورمات عامله زي زي العقدات اللي موجوده في الفول البلدي او في فول الصويا، او برضه بتبقى موجوده في الفول السوداني بس ما بتبقاش ملاحظه قوي يعني زي الفول الصويا. بتبقى تورمات كده في الجنبين، دي بتبقى الايه؟ نماتودة تعقد الجذور، ودي من اخطر الامراض مش في الفول السوداني لوحده، في الفول السوداني وفي الفاكهه وفي المحاصيل وفي الخضر، بتصيب كل انواع النباتات وبالذات الفراوله مثلا في الخضر، وبالذات العائله البذنجانيه. العائله البذنجانيه بننصح انها ما تزرعش اصلا، انا كنت عامل فيديو بننصح انها ما تزرعش مع الفاكهه اصلا نهائيا. وبتظهر الاعراض دي في اطوار النبات من اول البادره لحق وقف النمو الخضره ولحد الحصاد، وبتظهر على الثمار كمان، بتصيب الثمار كمان، بتصيب الثمار. توقيت المكافحه بقى، بنعمل الارض المصابه، يعني الارض مثلا عارف ان الارض فيها نماتودة، يعني المحصول باظ عندي مره عرفت ان فيها نماتودة، ببتدي اعمل ايه؟ اعالج الارض بقى بالمبيدات بتاع النماتودة اللي موجوده. في ثلاث منتجات موجودين في السوق هم فيهم نفس المواد الفعاله. النماتودة يا جماعه بتصيب جميع النباتات قلنا، وبتتعالج بنفس المبيدات اللي موجوده في السوق كلها. هيبقى سم بيتحط لها وبتقعد يجي 4-5 شهور وما بتقربش الفاكهه اللي على الشجره، الفاكهه اللي بيبقى مسمم جدا، والجماعه دي كله والكلام ده كله. يعني ادي بقى الحاجات اللي موجوده في السوق، المنتجات اللي موجوده، الاسامي التجاريه نيمازون وفانفير وفورميزا، دي المنتجات اللي موجوده.